ما سنتعلمه في هذا البحث: كيف نعرف ونستدعي التوابع؟ كيف نمرر القيم للتوابع؟ وكيف نحصل عليها عندما تعيدها التوابع؟ كيف نستدعي التوابع بشكل ديناميكي باستخدام متحول نصي؟ كيف نصل إلى المتحولات العامة داخل التوابع؟ كيف نمرر البيانات للتوابع؟ كيف ننشئ توابع وهمية؟ كيف نختبر فيما إذا كان تابع ما متاح قبل استدعائه؟ تعتبر التوابع قلب الكودات القوية والمنشأة بشكل سليم، وهي تجعل الكود سهل القراءة وإعادة الاستخدام، ولن يكون بمقدورك إنشاء كودات ضخمة بدون استخدام التوابع.